الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يسوق الطقس الصافي 25 درجة مئوية، الملموسة 23، الرطوبة 36%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم إربد 29 إلى 17 مع طقس صافي، المفرق 32 إلى 19، شرج 30 إلى 17، عجلون 27 إلى 17. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 30 إلى 19، مأدبة 32 إلى 17، البحر الميت طقس حار بشكل لافت 37 إلى 24، البلقاء 31 إلى 20، المزرقاء 32 إلى 18، الكرك 27 إلى 18، طفيلة 28 إلى 21، الشوبك 26 إلى 20، معان 31 إلى 18، أما العقبة طقس حار أيضا 37 إلى 27، المنطقة الشرقية الأزرق 34 إلى 17، الصفاوي 33 إلى 17، أرويش 32 إلى 17 مع طقس صافي بالمجمل. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.